مستمرين في اجواء الفرحه والسعاده اللي موجوده عند كل جماهير النادي الاهلي بعد الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. فبالتالي دلوقتي جت ميعاد فقره مهمه جدا اعتقد حضراتكم بتحبوها، وهي فقره ترند اونلاين، وهيكون معانا عبر سكايب الاستاذ اسامه السويسي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير عشان نتكلم معاه بخصوص مباراه القرن واجواء ما بعد هذه المباراه ورايه فيها وكيف تابعها. يا استاذ اسامه اهلا بيك، منورنا. اهلا بيك امير صديقي العزيز، اهلا بيك وكل مشاهدي الترند، اهلا بيك وكل مشاهدي قناه بيتنا الكبير النادي الاهلي. مبروك، مليار مبروك لكل مشجعي النادي الاهلي في كل العالم على كوكب الارض، مليار مبروك البطوله. والاميره السمراء اخيرا عادت الى حضنها الدافئ المفضل، القلعه الحمراء. الف الحمد لله، مبروك. ألف مبروك ليك وألف مبروك لكل الأهلاوية في كل مكان. لكن مباراة كانت صعبة يا أستاذ أسامة، وهي كانت مباراة القرن وبتلعب مع نادي كبير زي نادي الزمالك، وكان تحدي في مباراة هي مباراة العمر في كل الأحوال. كيف تابعت هذه المباراة وكيف تابعت كمان أجواء الاحتفالية فيما بعد انتهاء هذا اللقاء؟ المؤكد زي ما انت بتقول، علشان كل اللي انت ذكرته ده، البطولة غالية جدا جدا، البطولة التاسعة غالية جدا جدا. صحيح شفنا بطولات كتير الاهلي حسمها وفي توقيتات قتلة في بطولات مهمة، ولكن البطولة دي تحديدا هتفضل غالية وتاريخية واستثنائية عند كل جماهير النادي الاهلي على مدار التاريخ، لان البطولة دي اتحققت على حساب المنافس والغريم التقليدي بتاعك نادي الزمالك في مباراة صعبة جدا، مباراة صعبة جدا، مباراة تكتيكية، مباراة أعصاب، مباراة بطولة حقيقية. نجح النادي الأهلي في حسمها وبهدف عالمي طبعا للنجم طبعا محمد مجدي قفشة، فعلشان كده كانت فرحة الأهلاوية كبيرة جدا. لكن اسمح لي، بما إن إحنا اتفضل. في برنامج الترند، ندي الناس حقها، ندي الناس حقها. الترند مين اللي بيصنع الترند؟ الجمهور. طبعا واحنا جمهورنا، جمهور النادي الاهلي، هو الدرع والسيف بتاعنا. أكيد جمهور الاهلي هو درعنا وسيفنا على مدار التاريخ. صحيح هم بقالهم حوالي 8 سنين غايبين عن المدرجات، ولكن جمهورنا كان ليه دور مؤثر وكبير جدا في ودور مسيره رئيسي، النادي دور الاهلي، رئيسي بالطبع. خصوصا نعم وخصوصا في البطوله دي. صحيح اشادنا بدور مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب والاجواء اللي وفرها للفريق والدعم اللي عمله رغم الضغوط والحروب الكتير اللي تعرض لها. صحيح اشادنا وشكرنا ريني فايلر المدير الفني طبعا السويسري طبعا على اللي قدمه للفريق لغايه لما مشي. صحيح اشادنا وقلنا ان احنا تعاقدنا مع صفقه عبقريه بيتسو موسيمياني. صحيح اشادنا بدور الجهاز الفني الاداري للاعبين. صحيح اشادنا بابطالنا ابطال افريقيا، ولكن لازم كمان جمهورنا ياخد حقه، أكيد جمهورنا اللي كان عامل وحائط صد قوي على النادي الاهلي وعلى فرقه النادي الاهلي وعن اداره النادي الاهلي على مدار مسيره البطوله، هي الاغلى وهي الاصعب. علشان كده لازم كلنا نرفع لهم القبعه ونقول لهم مبروك، تستاهلوا الفرحه وما تخلوش حد ياخد منكم الفرحه. بالظبط. احتفلوا بالبطوله الغاليه، احتفلوا بفريقكم بطل افريقيا للمره التاسعه على في التاريخ، في ثالث 13 مره يوصل فيها للمباراه النهائيه، وده رقم قياسي. وكمان عايز اقول لهم افرحوا بالنادي الاهلي لانه توج عن طريق مشوار هو الافضل والاعظم على مر عصور كره القدم في القاره السمراء. فريق بيخوض 15 مباراه، 15 مباراه، بيفوز في 11 مباراه في 3 مباريات ويخسر مباراه واحده بفعل فاعل بالضبط معلوم اسمه جوشوا بوندو. فريق بيسجل 36 هدف وشباكه تهتز 7 مرات فقط، بفارق رهيب عن كل الفرق بالضبط المنافسه في بالضبط. بطوله اتعرضت للتوقف، اتعرضت للضغوط، اتعرضت هي لحاجات أصعب كتير بطولة تقريبا جدا. في تاريخ النادي الأهلي طبعا، أو من ضمن علشان البطولات كده الصعبة بقول يعني. لك، علشان كده بقول لك هي الأغلى، هي طبعا الأغلى، هي البطولة الغالية علينا جدا. افرحوا، افرحوا إن فريقكم هيرجع لبطولته المفضلة، هيرجع يزين مونديال الأندية، الحمد لله مونديال الحمد لله الأندية اللي هيتعمل الشهر الجاي بإذن الله
بجوار العملاق البافاري بايرن ميونخ، بايرن ميونخ. ومعاهم كمان الدحيل القطري بالاضافه الى اوكلاند سيتي. وما زلنا في انتظار 3 ممثلين عن اسيا وعن امريكا الشماليه وعن امريكا طيب الجنوبيه. استاذ اسامه، ايه اهم المكتسبات الفنيه اللي اكتسبها النادي الاهلي بعد انتهاء مباراه القرن وبعد حصد لقب دوري ابطال افريقيا من وجهه نظرك؟ من وجهة نظر الشخصية اللي حصل في المباراة ده تقدر تبني عليه حاجات كتير جدا، لأن في ناس كتير طلعت قبل المباراة وقعدت تشكك وقعدت تقول إن الأهلاوية خايفين وإن الأهلي مرعوب وإن الأهلي ركبه بتخبط والكلام اللي إحنا فهمناه، وحاولوا يحسسوك إن المنافس هو الأكبر منك، وإن المنافس حتى في المباريات الحسم اللي بتكون على ألقاب بيكون هو صاحب السبق. لا، ده كلام ملوش علاقة بالتاريخ ولا بالأرقام ولا بالجغرافيا ولا بأي حاجة، ولا ليه علاقة، بدون فلسفة. الأهلي والزمالك لعبوا 9 مواجهات في دوري أبطال أفريقيا، 6 منهم انتصارات للنادي الأهلي و3 تعادلات ومفيش ولا هزيمة. الخسارة الوحيدة للنادي الأهلي قدام منافسه الزمالك كانت في كأس السوبر 1994 بتاعة الحكم الجنوب أفريقي بيتروس ماتابيلا المشهور الموجود في سجون جنوب افريقيا بسبب التزوير والتلاعب في نتائج المباريات، واللي بسببه الاهلي غاب عن بطوله افريقيا 3 سنوات متتاليه لما انسحب ولما الكاف عاقبه بعقوبه 2 سنين. علشان كده بقول ان الفوز ده مهم جدا على حساب منافس عنيد. النادي الاهلي لعب بالظبط مباراه كبير. تكتيكيه عاليه جدا، احترم المنافس بتاعه، والفرحه دايما احترم بتكون حلوه المنافس. يا استاذ اسامه، يعني في الحقيقه انا عايز اشكرك شكرا جزيلا ونورتنا وشرفتنا، ودايما تكون معانا في المناسبات السعيده وما اكثرها بالنسبه للنادي الاهلي، وان شاء الله في القريب العاجل تكون المزيد والمزيد من البطولات يحصدها فريق الاول لكره القدم النادي الاهلي. يا استاذ اسامه انا بشكرك شكرا جزيلا. يا استاذ اسامه السويسي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير كان معانا عبر سكايب واتكلمنا معاه في